تقريباً. هو المكان ببعد 60 متر تقريباً. اثنين عن المكان. كيف الوضع الطرفات؟ يا اثنين في اطلاق مع بداية الحرب اللي صارت الحرب الأخيرة 2014 هاي على قطاع غزة، كان عندنا خطة طوارئ للعمل في وقت الحروب، وبتم التنسيق مع الأخوة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدخول بعض الأماكن اللي صعب دخولها بدون تنسيق. طبعا الحرب كانت بتفوق كل الخطط للأمانة، يعني كل مخططات كل الخطط اللي ممكن تقوم فيها أي مؤسسة أو أي جمعية ما بتتناسب مع الهجمة اللي كانت موجودة على قطاع غزة. بعد يومين من الحرب تقريبا تم قصف عشوائي على البيوت، على المدنيين، على على يعني ما فيش على الطير ما فيش. فطبعا كان من طبيعة عملنا كان إخلاء المصابين من أماكن الحدث وإجلائهم إلى المستشفى. طبعا بالنسبة للمستشفى يعني إمكانياتها محدودة، فكنا نخلي المصابين، يعني أكثر شيء كنا نخلي المصابين من المستشفى إلى مستشفى الأوروبي أو مستشفى خان يونس ناصر. القصف تم تعطيل عنا خط 101 اللي هو الخط اللي احنا عن طريقه عن طريق الخط بتواصل المواطنين معنا وبيستغيثوا فينا لوجود اصابات او وجود قصف. فمباشرة احنا عملنا خطة طوارئ عشان نكون يعني قريبين من الشعب قريبين من الناس. تم توزيع السيارات على الاماكن الحساسة في شمال قطاع غزة. تفاجأنا انه بتجينا نداء استغاثة من نفس المركز تبعنا، من المركزية تبعتنا، انه المركزية اللي احنا فيها اصبحت غير امنة، وتم القصف، يعني قصف مش مباشر في المبنى لكن حوالين المبنى. من شدة القصف اللي حوالين المبنى أدى إلى إصابة المركز بأضرار جسيمة وإصابة الأشخاص الموجودين كمان في المركز. فإحنا اضطرينا أنه نخلي المكان هذا ونطلع منه إلى مقر الأنورة في معسكر جباليا. تم استهداف عدد كبير من المنشآت الخدمية الضرورية لعمل الجهاز الصحي وجهاز الإسعاف،
مثل على سبيل المثال ضرب محطة الكهرباء في قطاع غزة، مثل استهداف خطوط وشبكات الهاتف التي توقفت عن العمل وأثرت على قدرة جهاز الإسعاف على العمل بطريقة فعالة وطبيعية، وخاصة بعد تاريخ 17/7/2014 عندما بدأ الاجتياح البري الإسرائيلي لمناطق شرق وشمال قطاع غزة، حيث زاد استهداف سيارات الإسعاف التي اضطرت بطبيعة الحال أن تتوجه لهذه المناطق لتلبية استغاثات من المواطنين. في 25/7 تقريبا الساعة 10 المساء تلقينا اتصال من مناوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن وجود شخص مختل عقليا وتعرض لإصابته في منطقة القرارة. طبعا تحددت النقطة على الخريطة وتفهمها اللي هو زميلنا رحمة الله عليه محمد العباد اللي كان بيعرف المكان بشكل جيد. طبعا تحرك هو ومعاه ضابط إسعاف آخر ومتطوع، تحركوا للمكان لحد معين. وصل محمد لمنطقة، المنطقة هاي صعب جدا انه يستمر فيها بسيارة، فتوقف في المنطقة هاي وبلغ اللي هو مناوب الصليب الأحمر، فطلب منه الانتظار للحظات، وبعد لحظات طلب منه انه هو وضابط الإسعاف اللي موجود معاه ينزلوا ويتوجهوا للمكان اللي فيه الشخص هذا المصاب. طبعا مجرد ما نزل ولف الشارع محمد وضابط الإسعاف اللي كان معاه، مجرد وصلوا بعد 5 أو 7 أمتار صار اطلاق نار كثيف عليهم، اصيب فيها محمد. حاول زميله ضابط الإسعاف اللي كان معاه حاول انه يخليه من المكان، لكن كثافة اطلاق النار اللي كانت باتجاههم حالت دون انه يقدر يصله، فاضطر انه ينسحب للمكان اللي فيه السيارة وامن نفسه في سيارة الإسعاف. تقريبا حوالي الساعة 4 مركزية تلقت اتصال بوجود إصابات في شارع المصريين، إصابات في بيت حنون شارع المصريين. طبعا في احنا عندنا زي ما حكيت لك انا اول اللقاء ان السيارات موزعة في نقاط، من ضمن السيارات الموزعة في نقطة في بيت حنون دائما كانت على مدار 24 ساعة، فتم تحويل الطاقم الموجود في بيت حنون شارع المصريين لانه اقرب مكان اللي هو الطاقم الموجود في بيت حنون، فتم توجه الطاقم اللي هو جواد بدير وعائد البرعة الشهيد عائد البرعة الله يرحمه. فمجرد انه دخل الطاقم سيارة الإسعاف شارع المصريين، بداية شارع المصريين، تم استهدافها بصاروخ بشكل مباشر. فطبعا اجانا نداء استغاثة على اللاسلكي من زميلنا انه الا سيارة انضربت في بيت حنون. طبعا انت هلقيتها لا شعوريا، انت يعني وضع انت لا تحسد فيه، زميلك استشهد وجانا الخبر اول شيء انه الطاقم كله استشهد، انت هلقيت طبعا متردد تروح على المكان خايف تستشهد ويصير فيك نفس الشيء، طب بدك تضل ما تروحش برضه صعب جدا، يعني وضع صعب وشعور صعب جدا جدا. كان الوضع عصيب جدا في مدينة رفح لأنه كان عندنا قصف يعني عشوائي لا يفرق بين الإسعاف ولا يفرق بين إيش اللي هي الفيزبي أو ناس مارة أو ماشي. أجت لنا إشارة إنه ضربوا مسجد البر والتقوى في منطقة للسيمات، فطبعا أنا مش عارف الحدث، قلت لهم توجهوا قدامي وأنا خلفكم. رحنا على المكان، ففي المكان شاهدنا يعني قبل وصولي للمكان شاهد يعني كنت سماء سودة من الدخان، فطبعا حاولت أتصل من شدة السرعة اللي أنا كنت فيها ما تمكنتش أتصل مع المطافي، ف
فوصلت الى المكان فحكيت للمسعف اللي معايا اكيد مستهدفين سياره، بس ايش السياره مش عارفين لغايه الان، انا مش عارف لانه مسافه بعيده وكثر الضباب الدخان ولا هذا، يعني انا ما كنتش اميز بين الاسعاف وسياره مدنيه. قبل ما اوصل السياره بخمس تقريبا 100 متر وقفت هناك ونزلت على اساس اشوف، فوجدت انه هذا الاسعاف اللي هو اسعافنا واسعاف عاطف شغل ايد هو اللي بسوق الاسعاف. فكانت بالنسبه لي يعني شغله مش بسيطه، كنت يعني مفجوع على زميلي بنحرق قدامي وكان في مصابين في الاسعاف. في اللحظه هذه انا ما قدرتش يعني اتحكم في نفسي، اتصلت في المطافي على اساس انه يجي واديته الاشاره اقرب مكان، وكانت في الوقت هذا قصف عنيف 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 جدا جدا جدا. فأبلغنا زميلنا انه صار استهداف واطلاق نار علينا ومحمد اصيب. حاولنا الاتصال على جوالات الجوال محمد ما كانش برد. طبعا اتخذت قرار بانه نتوجه انا وثلاث طواقم اسعاف موجوده في المركز للمكان لاخلاء زميلنا. فاثناء توجيهي طبعا اتصلت مع المناوب في اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وبلغت انه احنا متوجهين ويعملنا تنسيق لحد ما نصل. امان انا هلقى سيرت السياره اللي كانت تستهدف بس محمد العباد مش فيها. لكن للامانه كان الوضع صعب جدا جدا، كثافه اطلاق نار اللي كان موجود صعب جدا حد يتقدم سنتي واحد. محمد وينه؟ محمد قال لك ان السياره وقع صار تسمع عليهم وقع وما فيش. بعد فتره مناوب الصليب الاحمر طلب منا انه احنا ننزل ونخلي محمد من المكان اللي هو فيه. نزلنا تقريبا كنا 7 ضباط اسعاف، نزلنا وصلنا لمحمد للمكان اللي هو كان مصاب وملقى فيه على الارض. فحاولنا نخليه من المكان لكن تفاجأنا بإطلاق نار كثيف جدا 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 باتجاهنا فوق رؤوسنا وتحت رجلينا. يعني للأمانة ما كانش باتجاهنا مباشر، بس يعني اللي فهمناه رسالة انه ما تضلكوش موجودين في المكان وما تخلوش المصاب اللي عندكم. وحاولنا وما قدرناش، يعني اضطرينا ننسحب من المكان. بعد حوالي 8 دقائق اعطتنا تبلغنا من الصليب الأحمر انه نوجه 2 من ضباط الاسعاف عشان يخلوا رحمه الله عليه محمد العباد. طبعا توجهوا الشباب الاثنين لمحمد واخلوه من المكان وتوجهنا فيه لمستشفى ناصر. طبعا كان نزف كل دمه. طبعا حاولوا الاطباء في قسم استقبال الطوارئ في مستشفى ناصر بانه يحاولوا معاه، لكن طبعا كان فرق الحياه. فتوجهنا على بيت حنون، معظم الطواقم توجهنا على بيت حنون. وصلنا المستشفى فلقيت السائق جواد بدير مصاب في المستشفى، انا يعني وصلت اول واحد. بقول له كيف الوضع؟ قال لي الوضع بعرفش انا وانا داخل الشارع المصريين فجأت بصاروخ. بقول له كيف انتوا؟ قال لي الشاب اللي كان وراي شفته راح من الصين. بقول له الشاب الثاني قال لي طار بعرفش وين. طبعا في اللحظات هذه كان جار الاتصال بين الاداره والصليب الاحمر لعمل تنسيق للمسعف شهيد عبد المرعى الله يرحمه. طبعا اجى الضوء الاخضر انه احنا نعدي شارع المصريين. فطلعت المستشفى توجهت لشارع المصريين. اول الشارع طبعا تفاجات بوجود اليات للاحتلال واطلاق نار كثيف. تم الاتصال من قبلي انا على الاداره انه في موجود اليات للاحتلال في المكان. قالوا لي استنى شويه. استنيت يعني اقل من دقيقه.
رد الاتصال علي قال لهم يعني معك ضوء اخضر انك تعدي وتم عمل اللازم وتم التنسيق مع الاليات الموجوده في المكان ومعهم خبر انك تعدي. تقدمت مسافه يعني قدرت اني اشوف من خلال السياره تبعتنا. شفت السياره طبعا السياره معالم، ما فيش سياره معالم انه سياره اسعاف. طبعا صرت اقدم ببطء، اتفاجأت بوابل من اطلاق النار المباشر علي وعلى السياره، وبصعوبه وبشق الانفس اني قدرت ارجع من المكان واروح لمستشفى حنون. طبعا في اللحظات هذه كنت انا اتصابت في رجلي، اطلاق نار مباشر كان على السياره، السياره تعطلت معي، الوضع يعني كان صعب جدا، ما قدرتش اصل لا للسياره ولا قدرت اصل لزميلي عادل البراعي. بعد تقريبا نص ساعة أخلينا المصابين الموجودين كانوا في الإسعاف. طبعا جبنا أكياس وحطناهم في الأكياس، وطبعا كان زمايلنا موجودين في اللحظة هذه. طبعا كان زميلي عاطف موجود، يعني كتلة فحم، ولم أعلم يعني مين اللي معاه، يعني ما أعرفش مين اللي موجود مع عاطف. طبعا انا اخذتهم بايدي وانا اللي حطيتهم باكياس بايدي، وتوجهنا طبعا الى مستشفى ابو يوسف النجار. في مستشفى ابو يوسف النجار طبعا الشباب اللي معاي زميلي صابته هستيريا، فطبعا انا من شده الارهاق اللي عندي والتعب فكنت يعني قاعد في ساحه المستشفى. فاجا الزميل الي اللي هو شعيب بحضني وبشدة يعني بشدة وببكي، فبقول لي يوسف بقول الله يرحمه. بالنسبة ليوسف بقول الله يرحمه، كان في عندنا زميل إنا يوسف شيخ العيد رحمه الله، تبين إنه هو كان مع عاطف. فطبعا بعدين يعني طبعا اللي بقول لي يوسف ابنك، طبعا يوسف رحمة الله عليهم جميعا. يعني بالنسبة ليوسف ابني كان هو ابن مستشفى يوسف النجار، رغم انه كان متطوع اشتغل في العمليات 4 سنين، وكانوا يعني حبوه الاطباء بشكل يعني الحمد لله رب العالمين، نسأل الله انه يرحمه. القانون الدولي واضح، في حالة وجود نزاع مسلح هناك حماية خاصة ومطلقة للعاملين في المجال الصحي وسيارات الإسعاف. سيارات الإسعاف الفلسطينية كلها معلمة بألوان متفق عليها، كما ذكر الزملاء سابقا هناك تنسيق عبر الصليب الأحمر لوصول سيارات الإسعاف للمناطق الحساسة والمناطق الحامية. ورغم ذلك وجدنا عشرات وعشرات من الحالات التي قام فيها الجيش الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف بشكل مباشر. مركز الميزان قام بتوثيق مجموعة من الحالات، تقدمنا بشكاوى دقيقة للسلطات الإسرائيلية للتحقيق في هذه الأحداث. نحن أيضا قمنا بتمرير هذه المعلومات التي وثقناها إلى اللجنة الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في الاعتداءات وانتهاكات القانون الدولي أثناء هذه الحرب. يمكن كانت لحظة إعلان استشهاد محمد كانت فاجعة لكل ضباط الإسعاف.
حتى مش خلينا نحكي مش عقد كمان ضبط الاسعاف العاملين في جمعيه الاحمر الفلسطيني، كانوا بازرونا في هذيك اللحظات شباب زملائنا من الخدمات الطبيه والدفاع المدني. يعني الامانه انا اذكر انه الاطباء في الاستقبال بكوا لحظه استشهاد محمد، فكانت يعني صعبه جدا على الجميع. ثالث يوم صارت اللي هي الهدنة، هذه الخمس أيام تمكنوا الزملاء تبعيني من إحضار المسعف الشهيد عادل برهان الله يرحمه. طبعا كان عبارة عن أشلاء حطناه يعني في كيس، كان يعني نص بني آدم فحم حطناه في كيس وودناه طبعا على الثلاجة. بعد ما أعلن الجيش الإسرائيلي اللي هو انتهاء الحرب قمنا احنا طبعا بالدخول الى المناطق اللي كنا ممنوع نعديها في وجود الجيش الاسرائيلي لاخلاء الشهداء الموجودين. فيعني للامانه انصدمت، انا اللي بشتغل في الاسعاف حوالي 14 سنه عصرت حربين قبل هيك، عصرت اجتياحات كثيره. يعني انا اتصور واعتقد انه الجيش كان يمنعنا نعدي المناطق هذه عشان يغطي على جرائمه ويغطي على الجرائم اللي بعملها بحق مش البشر كمان، بحق الشجر بحق الحجر بحق المكان كله. هذا هنا عايش؟